شوفي يا أخي، شو أنت قاطع طريق؟ ليش عم تقطع طريقي؟ أهدى يا أخي، ما لي قاطع طريق، بدي أخذ زوجتي. تمسكي إيدي وبتنزلي ولا بحملك؟ أنت قاطع طريق ومستبد، مين مفكر حالك لتقطع طريقنا وتحاول تنزلني غصبا عني بهي الطريقة؟ هالشاب حلو شخصية، والبنت كمان ما شاء الله عليها حلوة كتير. هدول الاثنين بيعشقوا بعض، مبين الحب من عيونه.